على بعد 400 كيلومتر إلى الشمال الغربي من المكلا تقع مديرية العبر الصحراوية، آخر مدن حضرموت على الشريط الحدودي مع السعودية وأكثرها نسيانا وإهمالا، رغم ما تتمتع به من أهمية استراتيجية كبوابة عبور بين اليمن والسعودية ونقطة التقاء بين عدد من المحافظات، فلا يحتاج المار بها لوقت طويل حتى يلحظ حالة الحرمان والبؤس بين ساكنيها، فالبنية التحتية هنا مجرد رفاهية لا يتحصل الجميع عليها، فالكهرباء العمومية لا تتوفر إلا كل 4 ساعات، والمدارس تفتقد لمعلمها. أما مياه الشرب فهذه معاناة أخرى تتلخص في عدم توفر مشروع مياه يسد حاجة الأهالي الذين يجدون أنفسهم مجبرين على شراء ما يروي عطشهم بأسعار خيالية. والماء ماشي، ما فيها بار ولا فيها مشاريع سمعت هذا العمر، يجيبون فوق وايتات هذا العمر يجيبونه من 50,000 الرد، من 30,000 الرد، حد يقدره وحد ما يقدره. منين ما يقدر ما حصل عشاء عياله سمعت في الوقت هذا كادح. الوضع الصحي بالمديرية هو الآخر ليس أحسن حالة، مع وجود مستوصف واحد وعجز كبير لا يطال الطاقم الطبي والمعدات فحسب، بل وحتى الأدوية أيضا. في مستوصف شو اسمها مستشفى استفتحوه قبل يمكن شهر لما جاء الأخ النايم، تمام، بس دون كوادر طبية وبدون معدات وأدوية، تمام، الأدوية ما في، كوادر طبية ما في، سمعت إذا حد مرض ولا صوب ولا فعل ولا صار عليه حادث يودونه هم للسعودية ولا المارب ولا الحضرموت. ورغم محاولاتنا الالتقاء بأي من قيادات السلطة المحلية بالمديرية إلا أن مساعينا باءت بالفشل، فما بين من أغلق هاتفه فور علمه بوجودنا ومن فضل عدم الحديث متعذرا بأسباب عدة، تبقى هذه المباني الحكومية المغلقة هي فقط ما تبقى من رمزية حضور الدولة في هذه المديرية. رغم الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها هذه المديرية إلا أنها ظلت مغيبة تماما عن الخدمات من قبل الحكومات المتعاقبة في البلاد. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، مديرية العبر.